challenges that lay in front of us. I thank you very much. عليهم أن يقفوا وقفة جريئة، وبضمن هذا هؤلاء القادة هم قادة تركيا وقادة إيران، وأن نتحدث بصراحة وننظر في العيون ونتكلم ما هي المشكلة وما هي المخاوف وما هي مخاوف الآخرين. نحن يجب أن لا نسمح في العراق لاعتداءات على تركيا من قبل حزب العمال الكردستاني، ويجب أن نكون ظهيرا لتركيا في استقرارها، وكذلك أن لا نسمح لتقدم نحو إيران من قبل قوى معادية للنظام الإيراني. نحن الآن بحاجة أن نحمي إيران وبحاجة أن نحمي تركيا، وتركيا وإيران بحاجة أن يحمونا، ولكن هذا يجب أن يحصل ضمن وضوح من الاتجاهات المهمة لتلبية هذا الغرض. الأمر الأول أن العلاقات يجب أن تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان كما يحصل الآن، والمسألة الثانية هي تبادل المصالح وتوازنها. من دون هذين الأمرين لن يخلق شرق أوسط مستقر ومسالم.